أيها الطلبة الأعزاء، السلام عليكم. نعود مرة أخرى من خلال الدرس الرابع من 10 في مادة مدخل إلى إدارة الأعمال أو مدخل إلى المانجمنت في المحاضرة الثالثة بعنوان ثقافة المنظمة أو la culture d'entreprise. نستهل درسنا بتعاريف حول ثقافة المنظمة أو la culture d'organisation. يعرف كيرت لوفين، وهو سيكولوجي سيكولوج أمريكان دوريجين ألموند، بأن ثقافة المنظمة مجموعة من الافتراضات والاعتقادات والقيم والقواعد والمعايير التي يشترك فيها أفراد المنظمة، وهو أيضا مزيج من القيم والاعتقادات والافتراضات والمعاني والتوقعات التي يشترك فيها أفراد منظمة أو وحدة معينة ويستخدمونها في توجيه سلوكياتهم وحل مشكلاتهم. وفي تعريف آخر، تعتبر ثقافة المنظمة مجموعة من الخصائص والقيم والأخلاق والنواحي المادية والتقنية التي تصف منظمة ما وتميزها عن غيرها من المنظمات. كما يمكن تعريف ثقافة المنظمة بإطار قيمي وأخلاقي وسلوكي تعتمده المنظمة في تعاملها مع مختلف الأطراف. كما يمكننا اعتبار ثقافة المنظمة كمجموع القيم والسلوكات المشتركة، الذهنيات والأعمال التي توجه جهود الأفراد نحو إنجاز الأهداف المشتركة. من خلال ما مضى، يمكننا أن نعتبر أن ثقافة المنظمة هي مجموعة من القيم والقواعد والسلوكات والذهنيات التي توجه جهود الأفراد لإنجاز أهداف مشتركة تميزها عن باقي المنظمات. أنواع ثقافة المنظمة: الثقافة التنظيمية، حيث أن هناك من يرى أن للثقافة التنظيمية 6 أنواع، وهي الثقافة التنظيمية البيروقراطية، وهي ثقافة تتحدث فيها السلطات والمسؤوليات، حيث يكون العمل منظما ويكون التنسيق بين المصالح والوحدات، ويكون تسلسل السلطة بشكل هرمي، وتقوم هذه الثقافة على التحكم والالتزام. الثقافة التنظيمية الإبداعية تتميز بتوفر بيئة مساعدة للعمل، ويتصف أفرادها بحب المغامرات والمخاطرة في اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات. أما الثقافة التنظيمية المساعدة فتتميز بالصداقة والمساعدة بين العاملين، فيسود جو الأسرة المتعاونة، وتوفر المنظمة الثقة والمساواة والتعاون، ويكون التركيز على الجانب الإنساني في هذه البيئة. دائما مع الثقافة التنظيمية، والعنصر الرابع المتمثل في ثقافة العمليات أو la culture opérationnelle، ويكون الاهتمام محصورا على طريقة إنجاز العمل وليس على النتائج التي تتحقق، فينتشر الحذر والحيطة بين الأفراد والذين يعملون على حماية أنفسهم، والفرد الناجح هو الذي يكون أكثر دقة وتنظيما ويهتم بالتفاصيل في عمله. أما فيما يخص ثقافة المهمة، فهي ترتكز على تحقيق الأهداف وإنجاز العمل، وتهتم بالنتائج، وتحاول استخدام الموارد بطريقة مثالية من أجل أن تحقق أفضل النتائج وبأقل التكاليف. فيما يخص ثقافة الدور، وهي التي ترتكز على نوع التخصص الوظيفي والأدوار، وتهتم بالقواعد والأنظمة، كما أنها توفر الأمن الوظيفي والاستمرارية. فيما يخص النوع الثاني،
يعتقد أن الثقافة المنظمة نوعان، هما الثقافة الضعيفة والثقافة القوية. فأما الثقافة الضعيفة فهي التي لا تتم أو لا يتم اعتناقها بقوة من طرف أعضاء المنظمة، ولا تحظى بالقبول والثقة منهم، وتفتقر المنظمة إلى التمسك المشترك بالقيم والمعتقدات. وهناك ومن هنا فإن العاملين سيجدون صعوبة في التوافق والتوحد مع المنظمة أو مع أهدافها وقيمها. أما فيما يخص الثقافة القوية فهي تنتشر عبر المنظمة كلها وتحظى بالقبول من طرف جميع الأفراد، ويشتركون في مجموعة متجانسة من القيم والمعتقدات والتقاليد والمعايير والافتراضات التي تحكم سلوكهم داخل المنظمة. يجدر بالذكر هنا أن الثقافة القوية تمثل الرابط المتين الذي يربط عناصر المنظمة ببعضها البعض، كما تساعد المنظمة في توجيه طاقاتها إلى تصرفات منتجة والاستجابة السريعة الملائمة لاحتياجات العملاء، c'est-à-dire de la réactivité envers les fournisseurs et les clients، ومطالب الأطراف ذوي العلاقات بهما، مما يساعد المنظمة في إدارة الغموض وعدم التأكد بفاعلية تمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها. دعونا نرى معا أهمية ثقافة المنظمة. إن ثقافة المنظمة بمثابة دليل للإدارة والعاملين، حيث تشكل لهم نماذج السلوك والعلاقات التي يجب اتباعها والاسترشاد بها، كما أنها بمثابة الإطار الفكري الذي يوجه أعضاء المنظمة وينظم أعمالهم وعلاقاتهم وإنجازاتهم. كما تكمن أهمية الثقافة في اعتبارها ثقافة تنظيمية من الملامح المميزة للمنظمة ومصدر فخر واعتزاز للعاملين بها، خاصة إذا كانت تؤكد قيما معينة: الابتكار، التميز، الريادة والتغلب على المنافسين. كما تعتبر تكمن أهمية ثقافة المنظمة أنها النواة التي يستخلص منها العاملون الذين لا يؤدون أدوارهم فرادى أو كما لا يريدون، وإنما في إطار تنظيمي واحد. لذلك فإن الثقافة التنظيمية بما تحتويه من قيم وقواعد سلوكية تحدد لهؤلاء العاملين السلوك الوظيفي المتوقع منهم، وتحدد لهم أنماط العلاقات بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين الجهات الأخرى التي يتعاملون معها، بمثل مستويات الأداء ومنهجيتهم في حل المشكلات، والتي تحددها ثقافة المنظمة وتقويها كل ما تحمله من قيم وسلوكيات تضمن لهم تكافؤ الفرص فيما بينهم. تعتبر الثقافة التنظيمية أيضاً العنصر القوي والمؤيد والمساعد على تحقيق أهدافها وطموحاتها، وذلك عندما تكون الثقافة التنظيمية قوية مقبولة من طرف غالبية العاملين ويرتضون بقيمها وأحكامها وقواعدها ويتبعون كل ذلك في سلوكياتهم وعلاقاتهم. دائما مع أهمية ثقافة المنظمة يمكن أن نعتبر الثقافة التنظيمية القوية أداة تسهل مهمة الإدارة، فلا تلجئ إلى الإجراءات الرسمية أو الصارمة لتأكيد السلوك المطلوب. كما أن الثقافة التنظيمية نافعة إذا كانت تؤكد على سلوكيات خلاقة كالتفاني في العمل وخدمة الآخرين، ولكنها قد تصبح ضارة إذا كانت تؤكد على سلوكيات روتينية كالطاعة التامة والالتزام الحرفي بالرسميات. تعتبر ثقافة المنظمة عاملاً هاماً في استقطاب العاملين
الملائمين، فالمنظمات الرائدة تجذب العاملين الطموحين، والمنظمات التي تبني قيم الابتكار والتفوق وتستهوي المبدعين والذين يحاولون أن يكافئون بين التطور والتميز، بحيث تحاول أن ينضم إليها العاملون المجتهدون الذين يرتفع لديهم دافع ثبات الذات. أخيراً، تعتبر الثقافة التنظيمية عنصراً جذرياً يؤثر على قابلية المنظمة المتغير وقدراتها على مواكبة التطورات الجارية من حولها، فكلما كانت قيم المنظمة مرنة ومتطلعة إلى الأفضل، كانت المنظمة أقدر على التغيير وأحرص على الإفادة منه. وعلى العكس، كلما كانت قيم المنظمة تميل إلى الثبات والحرص والتحفظ، قلت قدرة المنظمة واستعدادها للتطوير. وظائف ثقافة المنظمة. تتلخص وظائف ثقافة المنظمة في 4 وظائف رئيسية. أولها، أن تعطي أفراد المنظمة هوية تنظيمية، حيث أن مشاركة العاملين لنفس المعايير والقيم يمنحهم الشعور بالوحدة، مما يساعد على تطوير الإحساس بغرض مشترك. كما أن ثقافة المنظمة تسهل الالتزام الجماعي، إذ أن الشعور بالهدف المشترك يشجع الالتزام القوي من جانب من يقبلون هذه الثقافة. كما تعزز وظائف ثقافة المنظمة تعزز استقرار النظام، حيث تشجع الثقافة التنظيمية على التنسيق والتعاون الدائمين بين أعضاء المنظمة، وذلك من خلال تشجيع الشعور بالهوية المشتركة والالتزام. أخيراً، من وظائف ثقافة المنظمة أيضاً أن تشكل السلوك من خلال مساعدة الأفراد على فهم ما يدور حولهم، فثقافة المنظمة توفر مصدراً للمعاني المشتركة التي تفسر لماذا تحدث الأشياء نحو ما، وتتحقق الوظائف السابقة، حيث تعمل ثقافة المنظمة بمثابة الصمغ الذي يربط أفراد المنظمة بعضهم ببعض. ما هي شروط تغيير ثقافة المنظمة؟ إن القليل من الكتاب يرون أن الثقافة التنظيمية غير قابلة للتغيير، وذلك بعكس الكثيرين الذين يعتقدون إمكانية تغيير الثقافة التنظيمية وتعديلها الذي يروه وارداً. والسؤال الذي يبرز هنا هو: ما هي الظروف الضرورية لتغيير الثقافة التنظيمية والتي تسهل عملية تغيير المنظمة؟ يمكن أن نقبل التغيير بحدوثه في قادة المنظمة البارزين على أن يتوفر لدى القادة الجدد رؤية بديلة واضحة لما يجب أن تكون عليه المنظمة حالياً. مرحلة حياة المنظمة، حيث أن مرحلة انتقال المنظمة إلى النمو أو التوسع، وكذلك دخول المنظمة مرحلة الانحدار، تعتبران مرحلتين مشجعتين على تغيير ثقافة المنظمة. عمر المنظمة. تكون ثقافة المنظمة أكثر قابلية للتغيير في المنظمات صغيرة العمر، بغض النظر عن مرحلة دورة حياتها. حجم المنظمة. من الأسهل تغيير ثقافة المنظمة في المنظمات صغيرة الحجم. قوة الثقافة الحالية. كلما زاد إجماع العاملين وشدة تمسكهم بالثقافة، زادت صعوبة تغيير الثقافة. ثقافات فرعية. إن وجود ثقافات فرعية عديدة في المنظمة يزيد من صعوبة تغيير الثقافة الأساسية، وهذا الأمر مرتبط بالحجم، فالمنظمة كبيرة الحجم تقاوم التغيير
لأنها تضم عادات وثقافات فرعية لا تمكنها على مسايرة ركب التحول المفاجئ والسريع الذي يشترطه أو تشترطه اقتصادات الدول السريعة. ما الإجراءات المقترحة والتي يمكن من خلالها أننا نحاول تغيير أو إصلاح ثقافة المنظمة؟ لمعالجة الفجوة بين ما هو مراد وما هو مقترح، وجب علينا النظر إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة في هذا المجال، حيث أنه لا بد من إذابة الجليد عن الثقافة الحالية، وأن يدرك جميع العاملين فعلياً أن المنظمة تواجه أزمة حقيقية تهدد كيانها ووجودها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعيين رئيس جديد للمنظمة. فهذا الإجراء يعني أن تغييرات جوهرية ستتم في المنظمة، وبإمكان هذا الرئيس الجديد أن يقدم دوراً نموذجاً ومعايير سلوكية جديدة. يتطلب إدخال هذه الرؤية لديه عن المنظمة وتعبئة الوظائف الإدارية الرئيسية بأشخاص ملتزمين بهذه الرؤية. الاقتراح الثاني يتمثل في أن من مسؤوليات الإدارة العليا نقل وتوصيل القيم الجديدة للعاملين، وهذا التحول يتضمن ثلاث عناصر أساسية: أولاً، معرفة الوضع الحالي للمنظمة والنشاط، الصناعة التي تعمل فيها، والنظرة المستقبلية المستوحاة أو أي معلومات أخرى ذات صلة. ثانياً، الرؤية المستقبلية لما يجب أن تكون عليه المنظمة وكيفية الوصول إلى ذلك. ثالثاً، تقدم المنظمة في المجالات التي تعتبر مفتاحاً لتحقيق هذه الرؤية، ويتم ذلك بحصولها على ميزات تنافسية في المضمار المرادي الخوض فيه، أي des avantages concurrentiels. المقترح الثالث يتمثل في أن بإمكان الإدارة العليا تغيير وتعديل القيم والمعايير الثقافية المرسخة من خلال تعديل وتغيير العناصر الظاهرية لثقافة المنظمة التي يستخدمها أفراد المنظمة للتعبير عن المعاني والمفاهيم ونقلها مثل الاحتفالات أو الاحتفائيات. ومن الوسائل الأخرى لنقل وتوصيل القيم والمعايير الجديدة هو التطوير التنظيمي الذي يقترح الخطوات التالية للتغيير. أولاً، إدارة ثقافة المنظمة، ويتم ذلك بالتعرف على القيم والمعايير الحالية، رسم توجهات جديدة، تحديد قيم ومعايير جديدة، تحديد الفجوات الثقافية، تحديد العمل على سد تلك الفجوات الثقافية، إعادة تنظيم المنظمة بدمج وحدات معينة أو إنشاء وحدات جديدة أو إلغاء وحدات معينة. فهذا يعني أن الإدارة مصممة على التغيير. أخيراً، إعادة النظر في نظم وإجراءات إدارة الموارد البشرية من تعيين وتطبيع وتقييم ونظم عوائد من أجل دعم العاملين الذين يلتزمون بالقيم الجديدة. لقد أكد الكاتبان إدغار وشين على الدور الحيوي الذي تقوم به قيادة المنظمة في مجال تغيير الثقافة، وهذا الدور يتطلب قيادات تحويلية ذات رؤية واضحة للمنظمة ولديها القدرات والمهارات لتحقيق هذه الرؤية. ويصنف شين الوسائل التي تستطيع القيادة من خلالها تغيير ثقافة المنظمة
إلى مجموعتين، وسائل أساسية ووسائل ثانوية تعزز الوسائل الأساسية. فأما الوسائل الأساسية التي تستطيع القيادة استخدامها لتغيير ثقافة المنظمة، فتتمثل في إعطاء اهتمام منتظم لمجالات وقضايا معينة في المنظمة من خلال القياس والرقابة والتعليقات والتساؤلات بشأن تلك القضايا والمجالات. ثانياً، ردود فعل القيادة اتجاه الأحداث الحساسة والأزمات التنظيمية. ثالثاً، القيام بدور النموذجي، وكمعلم ومدرب فالسلوك الظاهري للقيادة يحمل معاني وافتراضات معينة لأفراد. وضع معايير وأسس لمنح العوائد وتوزيع المراكز، ووضع المعايير والأسس للتعيين والاختيار والترقية والتقاعد. أما الوسائل الثانوية المساعدة التي تعزز الوسائل الأساسية، فتتمثل في تصميم المنظمة وهيكلها التنظيمي، نظم وإجراءات العمل في المنظمة، تصميم المباني والمكاتب، القصص والحكايات حول أشخاص مهمين، البيانات الرسمية حول فلسفة المنظمة وقانونها. وهكذا ينبغي التنبيه إلى أنه لا يجب أن نتوقع الانتقال إلى الثقافة الجديدة بسرعة، حتى لو كانت كل الظروف مواتية واتخذت الإجراءات السابقة بنجاح. ذلك لأن تغيير الثقافة عملية طويلة ومستمرة. شكراً على متابعتكم.